من وقوف رستم الجديد على تلال حلب على أنقاض مدارس الأطفال وأرصفة الحدائق التي لطالما جمعت المتحابين من أسواقها ودور عباداتها إلى هضاب صنعاء وكهوف مران، وتحت زخات الأسلحة وتهديم البيوت إلى شلل لبنان وشرارة الطائفية فيها التي يشعل النار حولها حزب الله، إلى شرخ البحرين وشعبه الذين انتبهوا يوما منقسمين، إلى ذكريات القاعدة وأخرج المشركين من جزيرة العرب، إلى أنات الثكالى في عراق الحضارة وصيحات المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، إلى كل مكان تقريبا في عالم كان يسمى يوما الوطن العربي. لم تنتهي قصة نسيتها الفصول إلا خريفها، وتجاوزها السلام إلا في تصاريح الزيف. فكيف عبرت إيران الخليج ووصلتها؟ وكيف صار الملالي حكاما وجنودا وعملاء يمسكون بالقرار إلى الشمال منه؟ وكيف التقى العربيان بسيفهما خدمة لهما؟ كان أول ما نادى به خميني طهران بعد أن قضى على شركاء الثورة أن له ثأرا في الخليج، ووضع في دستوره أن الثورة مشروع أممي يجب أن يتمدد، وأن مكة هدف أساس. ولذلك حاول اختراق البوابة الشرقية في حرب سنوات العبث الثمان مع العراق، قتل فيها نحو 1,000,000 إنسان. كانت الحرب تلك دليلا على كم الوحشية التي يحملها ملالي الإرهاب، لكنها بالنسبة لفتى الدوحة آنذاك ليست إلا حالة سياسية يمكن استثمارها لاحقا. انتظر من تحل ذكرى توليه الحكم اليوم أعواما حتى يهدم الجدار الشرقي ويشرع أبواب الخليج العربي لرسالة أرباب الحروب والإرهاب. وحاول بشتى الطرق تمكينهم من ذلك حتى اليوم وهو يدير المشهد من خلف الستار. بدأ حمد بن خليفة حكمه بانقلاب على والده في قصة شهيرة أحدث في الخليج زلزالا لم ينتهي أثره إلى اليوم. وأعلن من ذلك اليوم أن قطار إيران يستعد للتوجه إلى عالم العرب والعروبة. كان تنظيم القاعدة حينها لا يعد أن يكون قوائم لا قيمة لها في وزن سياسات الدول العربية، ولا يتعدى أثرهم بعض التشغيبات الفكرية والعمليات المحدودة، ولكنهم في سنوات قليلة صاروا قوة إعلامية وميدانية بتوزيع الأدوار. فمصنع القيادات في جبال إيران، ومطبخ الأفكار في الدوحة وعلى منصاتها الإعلامية، وصار شعار أخرج المشركين من جزيرة العرب عنوان المرحلة الذي من خلاله نفذوا عشرات العمليات، قتلوا خلالها العشرات وأصابوا المئات، فضلا عن خسائر بالمليارات. وانتهى الشعار ميدانيا بهزيمة القاعدة وطردها من المملكة، ولكن الشعار لم ينتهي إعلاميا حتى حطت القوات الأمريكية رحالها في العداد على بعد أمتار من مطبخ القاعدة الفكري ومنصتها الإعلامية، وإلى الجنوب من جزيرة العرب حيث اليمن. كانت القوات الحكومية تنفذ عمليات عسكرية ضد المتمردين المصنوعين في إيران، جماعة الحوثي، وقتل زعيمهم بدر الدين الحوثي قبل أن يأتي الإنقاذ من حكومة الدوحة بما أسموها وساطة، وهي في باطنها إعادة انتشار استراتيجي، فضمن تحييد القوات الحكومية واستقلالية الجماعة حتى صارت اليوم تحتل صنعاء بدعم إيراني عسكري وغطاء سياسي وإعلامي قطري. أما في الجارة الوادعة النائمة على ضفاف الخليج مملكة البحرين، عمل حمد على تصديعها من الداخل لسنوات بتجنيس كفاءاتها ومحاولات العبث بمكوناتها، حتى جاءت لحظة الحقيقة حين حدثت أزمتها، فتكشف الدور القطري الذي لم يتخيله عربي قط. كان الهدف المعلن دعم الثورة، أما المخفي فتمكين أذرع الملالي منها حتى انتهت بتدخل درع الجزيرة. وشمالا عن جزيرة العرب في عز المحاولات العراقية للتحرر من الاحتلال، وحين بدأت ملامح التوافق العراقي بين أطيافه
كانت إيران بالعسكر والعملاء هناك، وكانت الدوحة بالمال والمرتزقة، حتى صارت فصائل القتل وميليشيات الموت بالمرصاد لكل حلم عراقي. وعلى الحدود الغربية من العراق حيث سوريا العرب التي شهدت أسوأ تواطؤ لحلف الملالي وظهر في أبشع صوره، حتى صارت معملا لكل تجارب الدوحة وإيران السابقة، فترى فيها القتل على الهوية وتهجير السكان بهدف تغيير الديمغرافيا إلى دعم الجماعات المسلحة. فكانت قطر تدعم تنظيمات الإرهاب في مناطق السنة لتهجيرهم، ثم بعد استنزافهم تأتي القوات الإيرانية لتحتلها. جلبوا لذلك كل إرهابيي الأرض وعلى رأسهم حزب الله اللبناني الذي بدأ مسيرته القتالية مدعوما عسكريا من طهران، وتكفل حمد بالغطاء السياسي والمالي، حتى صرنا نرى لبنانا جديدا. هي قصة مختصرة جدا، لكنك سترى فيها جوناثان الجديد يدعم الحوثي ويشارك في التحالف العربي، يتآمر مع القذافي ثم يقتله، يدعم النصر وداعش ثم يطلب المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، يقيم قاعدة أمريكية ويستضيف طالبان، يتغنى بالسيادة ويجلب خيول الترك. إنه باختصار حمد بن خليفة.